ربما هذا الإضراب منذ سنوات لم يخض المعتقلين إضرابا كهذا. نأمل من أبناء شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم بأن ينتفضوا وينتصروا للأسرى. ندعم هذا الموقف التي قامت فيه عناصر من حركة فتح بفتح إضراب مفتوح عن الطعام في خيمة الاعتصام في مدينة القدس. هذه الخطوة هي خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح، ونتمنى أن يتم ويتفاعل جميع مؤسساتنا في مدينة القدس خاصة مع أسرانا داخل السجون الإسرائيلية.